الأمسية الماضية أنا علمتني التجربة مع الممثل القدير إبراهيم حجازي، حاول من خلال هذه الأمسية أن يقدم تجربته بصورة كبيرة جدا ويبرز أهم المحطات اللي كانت في حياته الفنية واللي حيستفيدوا منها إن شاء الله أجيال قادمة بإذن الله تعالى. خلونا نزور من خلال كنترول هذه الأمسية ونشاهد تفاصيلها. هذه ليلة من ليالي الخرطوم الرائعة استضيف فيها مركز الفيصل الثقافي الأستاذ الجليل إبراهيم محمد السيد حجازي الشهير بإبراهيم حجازي، وتحدث عن تجربته الفنية التي امتدت منذ عام 1940. الشاهد أنه إبراهيم حجازي حكى تاريخ السودان وحكى تجربته من منظور رؤيته منذ أن كان طفلا في مدينة أم درمان، وطاف بنا على الخلوة وعلى الجيران وعلى الأهل وعلى الشخصيات التي التقى بها في حياته ومنذ التقاله من أم درمان إلى الرهد. أشاهد أن أستاذ إبراهيم حجازي أراد أن يقول لنا في هذا اللقاء الممتع جدا أن تجربته كفنان هي ليست كالتجارب العادية، بل كان يرى ويسمع ويخزن في ذاكرته التفاصيل والتي نحن شاهدناها كثير من المسرحيات التي قدمها إبراهيم على مستوى المسرح القومي في أم درمان أو على مستوى معهد الموسيقى والمسرح آنذاك عندما كان طالبا. وإبراهيم بالطبع نال كثير من الجوائز على فنه الرفيع. لم يكن هناك مسرح قوم ولم يكن هناك في لم يكن في الاذاعه في ذلك الزمان في وقور شيء وحسن عبد المجيد والسردادو، ظهرنا نحن الجيل الزامن ومشى معه معنا وداخل قوم السعيد ومجموعه كذا صارخ مركز الفيصل الثقافي في أن يقيم مجموعة من البرامج المتميزة، ومن ضمن هذه البرامج برنامج علمتني التجربة، وهو يستضيف أحد مقاماتنا في أي مجال من مجالات الحياة المختلفة والعلوم المختلفة لأن يحدث الجمهور وأن يحدث المستمعين والمشاهدين وحضور الفعالية، أن يحدثهم عن تجربته في الحياة وما استفاد من هذه التجارب. ونسعى من خلال هذا البرنامج لأن ننقل التجارب من أفواه أصحابها وهم أحياء إلى الأجيال اللاحقة، ونخلق بذلك تواصلا للأجيال.
ومن أيضا من هذه البرامج برنامج في ذكراهم، وهو أيضا يتناول من رحلوا عنا وما قدموا من تجارب أيضا في الحياة، أسرت الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية في السودان. يمكن أول شخصيات بدأت في التمثيل وأول شخصيات بدأت في الغناء زي أخوكم أحمد عوض عليه الرحمة بيتوبة يا أحباب في أول عمل وجدت على حشرة مساح البراميل داخل الله لو بشيد داخل بس طالع عذاب أخته من مركز الفصل الثقافي الذي تبنى هذه التجربة، وأكون سعيد إن أتيحت لي فرصة بعد فيلم موسم الهجرة إلى الشمال والمفترض أن أغادر فيه في اليوم أو اليومين الجايات إلى شمال السودان، وأن أسجل زيارة إلى قناة النيل الأزرق وأقعد مع الأخ المخرج وبقية الإخوة ونتداول فيما يمكن أن يقال من خلال ما سمعوا